السلام عليكم. كي دايرين بخير سيدي فهد؟ مرحبا بك سيدي طاليس. الله يحفظك. اليوم السبت، انا غندوي على الجمعه. الجمعه في اي دار كاين واحد جوج كيجيو يتغداو معاكم، كيقول لك معاكم كسكسو، عرفتوهم فيكس ديما، ما كيمنكوش كل جمعه. كيجي هو ومرتو والسته ديال الدراري، تيقول لك كنا دايزين وقلنا نجيو نسلموا. جاي تسلم بانيسك، سلم امرك الله وغيره حتى المره اخرى. كيجي الى شتي، حنا عندنا خالي ومرتو كيجيو عندنا، الى شتيهم الجمعه خالي كيجي لابس 13 بياسه تقليديه، فوقيه وتحتيه وكيلو حس الهام، مولاي عابد وحداه مرتو. تكون حدا مرشو لابسه واحد القميص فيه كاع الالوان ودايره واحد الطاطواج فوق عينيها خناجر طرمش طير شعره. قبل ما يجيو كيطرقوا الباتيسري باش ما يجوش بايديهم خاوين، كيطرقوا الباتيسري مرشو عنده واحد الفرونسي ديال ما قبل الحياه. دخلت فحال ماكر الباتيسري قالت لي خويا عطيني شي اربعه اموند فوغي تخيل توريش بدلا الشجر غيحطوا لها قدام. شويه كدور بحال ما هكا، عطاها واحد الدوقات مردقاتها قالت لي هنا لي اللوغو فيها واعر. اللوغو شنو اللوغو ديال دوزان؟ شنو اللوغو؟ شويه كتخيل قالت لي شوف خويا عندكم تي بي او، قال لها اه، قالت لي جمع لي اربعه غنديهم معايا اون فور. خداو ديك الامانه تمو جايين عندنا للدار، ما حلوا الباب دخلوا، قالت لي امي يلاه كنا جابدينكم دردكو عارضين على سعر الطياره. عرفتي مع دخلوا ريحوا بحال امك نهار الجمعه ما كتعرفهاش، كتسيف دايره واحد الطابلي وغاده جايه تسول تقول لها السلام، تقول بقى جوج فويرات ونحط. ما سولك حتى واحد، ما عندهم معك حتى واحد. حطوا القصريه، راجل خالتي ما شاء الله مسح الزواقه ديال القصريه، دخل في الطين داخل تاسره، قال لها ملوخيه ياك تاكوس 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 وي. مرتو ما شاء الله ضربت القرعه، ضربت خيزو، ضربت شي ولاده كانوا حداها، رونتها، ضربت شي ست كيسان ديال اللبن سكرت. امي كتقول لهم زيدوها راه مهاوشه كطيح بورصه. كيف تطيح هكا؟ رايحين تياكلوا سالاو ديك القصريه هزوها وما يترخاو تنشروا كرداس نشروا بحال ما كبدوا كيجبدوا في العائله، هذه دارش هذه فعلت كيديروا صلاه الرحم عن بعد. باركين بحال ما كم امي واش تقول لهم عيد ميلاد يوسف نهار السبت مرحبا بكم. نقص ذاك الخضر ديال الراجل خالتي قال لي شحال كتلبس في رجلك، غيفاجئني زعم. هذا غالبا نهار العيد ميلاد كيجي تيقول لك دوماج كتبان نجيب لك السبرديله المحل اللي غنتقدم منه اللون اللي عنده تقاداو وبقى لك حاله لك حال كيكشف شنو على الحقيقه. تا عجيبوك عجيبوك. الا جاب لك شي كادو كيجيب لك واحد السبرديله سميتها فريكس، تقول اوريجينال ديال وجده، بريئه وجده منك اصاحبي بريئه. وكنهضروا بحال ما كبغيناها نتناقشوا، ولادو صغار كيطيروا، عنده ولد عنده 4 سنين ونص وجهه ما فيش البراءه، فيه 4 شهور موقوف التنفيذ. ما يمكنش واحد ولده الصغير راه هبط الحيط ديال الصالون، امه ما كدويش معاه، مكالميه، مره كتدور كتقول لي ادم وكديرها، مره كدير بحال كتريبيت على سميتو ادم. ولدها الصغير تري الله شريناه تلاح ليها هبط هو وياها، قالت لي اش بالك ندخلوا القفص طولي؟ قلت لها لا دخليها القفص القفص. قلت لها لا دخليها القفص بلا طولي، خلي طولي يمشي يقلب على راسه الله يسالني. باركين بحال ما هكا سالاو تم نايضين، قالت لي امي قبلوا علينا، قال الله يحسن العوان قدر. ناض باقي عنده الكسكسو ديال الوحده باقي ليه في يده. قالت لي مرتو غسل، هو ماشي من داك النوع يقول لك غندخل نغسل، لا تيقول لك غندخل نخوي عليا اميها ما حفظ. دخلت وهلت واكسي واكسي دخل الطواليط، دار ساعة ونص في الطواليط، هو سبب ضياع الماء في المغرب باش نكونوا متفقين هذا النوع. لا بغا يتوضا خصو 4 سطيلات وبيروش بوحد. تعطل في الماء ما خرج، ذاك النوع تيقول الأخبار الكارثية، ما خرج قال الوالد شوف الماء الخمسة غيقطعوا. بسمع ذاك المعلومة ناض عمر سطولة عمر ستير ناش عمر مرتو على دارهم مرونة. فينا هو دابا؟ جاتنا 2000 درهم في الماء، الماء باقي الوالد اللي مقطوع. والله والله
ما يمكنش اخوان بين قوسين نجبد السفاهيد قبيله تكيسوا على الماء، راه كاين مشكل كبير اللي بقينا بحال هكا مشاكل. تخيل معايا من هنا لقدام من تلقوا لنا الماء 5 دقائق في النهار، ايماجين الحوار غيدور في الدار، طلقوا ولا با لا زادوا شهرين في السينا. الناس القدام كانوا كيبركوا معنا تيقول لنا في وقتنا دزنا في الضو، حنا غنبركوا مع الدراري الصغار غتسمع في وقتنا دزنا في الماء. شرفوا، ميرسي.